منطقة شارع المدرس التي ترتبط وبشكل مباشر مع دوار كربلاء الذي يتصل بمحافظة النجف وبغداد والمحافظات الأخرى، تتركز بهذه المنطقة أكثر درجات التسمم والقاذورات التي يراها الزائر فور وصوله لأكثر مدينة مقدسة تملأها مبازل للمياه الآسنة. هاي هسه قاعد اشوفها الريحة اللي البيق معاناته، اشوف شلون يعني كلش معاناة صعبة يعني هالبزل. ما كنت طالب رئيس الوزراء، طالب محافظ كربلاء سوي لنا شيء شلون مال ابو طالب مال الشاري غلفوني مجاري وترتيب، يعني هو في الزوار طريق هذا الزوار استراتيجي من الناس زوار خير من الله. ضحايا سقطت ولم تجد اهتمام مسؤول واحد، شكاوى لا تعد ولا تحصى، معاناة دامت سنوات عديدة، شحة مياه وتذبذب التيار الكهربائي كأنها معزولة عن العالم الخارجي. بزل تكون هي خدمات جيدة وخدمات نريد انتظار الدولة تنتظر إليه وتقوم بواجبها وتصلح البزل من الوساخة اللي هي قامت على 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 المشروع. عزيزي احنا ايش راح نقول؟ نقول اخواني المواطنين والاعلام ينتبهون لهاي الخطوط اللي هي مضره للمواطنين. بالنسبه للكهرباء، الكهرباء خلال هذا الشهر اشوى شوي زينه من تحسنه. المعني بحل هذه المشاكل يعلل السبب الرئيسي ويضع اللوم على المواطن الذي ضل السبيل بإيجاد أي حل لمشاكلهم التي تتراكم مع مرور الزمن لينتهي بهم الحال دون أي تغيير. الحقيقة تنفيذ شبكة المبازل داخل قصبة المدينة الغرض منها كان معدة لسحب المياه الزائدة للأراضي الزراعية والبساتين، إلا أنه نتيجة التوسع الحاصل داخل قصبة المدينة على البساتين والأراضي الزراعية والتفتيت الحاصل إلى حيث لم تدخل ضمن خدمات المدينة للمجاري، فمعظم هذه المناطق معظم أصبحت تتجاوز على شبكة المبازل برمي المياه مخلفات الدور السكنية القاطنين فيها ضمن شبكة المبازل، وهذا هو تجاوز على الشبكة بالنسبة، لأن دور المبازل هو تصريف المياه الزائدة من عملية الاستزراع وليس لتصريف مياه المجاري. هذا هو حال مدينة دينية تستقبل الملايين سنويا وسط غياب الجهات المعنية والرقابية لتصحيح ذلك. لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.